للتعليق على استمرار الانتهاك من قبل ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز ييني يمان صالح الجبري. أهلا بك سيد صالح. بداية، الأمم المتحدة تقول إن انفجار بيروت يجب أن يقود إلى تحرك عاجل إزاء ناقلة النفط صافر. لماذا تمتنع ميليشيا الحوثي عن صيانة الناقلة باعتقادكم؟ ما يحدث صالح. نعم تفضل. شكرا. ما يحدث في بريدة قد يكون لا قدر الله ما حدث في مرفأ بيروت، وأنا أستغرب من سكوت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على ميليشيات الحوثي وهي يعني تحمل أو تتوقف ولا تسمح بتفتيش أو مرور هذه السفينة التي طرأ عليها يعني الذحل من 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 الفترة الطويلة التي يعني واقفة هناك على ميناء الحديدة، وهذه مدينة مكتظة بالسكان. قد يحدث كارثة، ليس كارثة نووية، إن يعني لا أبالغ إن قلت قضية خطيرة جدا. نحن نتعامل مع ميليشيات لا تقدر الشعب، لا تقدر أبناء الوطن، لا تقدر للأخلاق حتى في التعامل في الحرب. يعني ما علاقة أن هذه السفينة التي ترسو لأكثر من 3 سنوات في ميناء الحديدة على قرب مدينة سكانه أكثر من 2 مليون يعني إنسان في هذه المدينة؟ وأستغرب أيضا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويعني يعني لماذا التفرج والسكوت على مثل هذه الحاوية الخطيرة؟ يعني هل عجزت الأمم المتحدة، وهل عجز مجلس الأمن الدولي، هل عجز مندوب الأمم المتحدة وممثلي في اليمن عن إيجاد حل لمثل هذه؟ هناك يبدو لي تواطؤ للأسف الشديد مع ميليشيات الحوثي، وإيران أينما وضعت يدها لابد أن تحصل مثل هذه الكوارث. سيد صالح، يعني اشتراط ميليشيا الحوثي لتفريغ النفط من السفينة، ألا ترى أنها محاولة لخرق العقوبات المفروضة على الميليشيا، كما يقول كذلك مثل هذا القول يقوله مراقبون طبعا، ألا ترى أن ذلك يعد ابتزازا سياسيا تمارسه الميليشيا في الوقت الراهن؟ أقبح من ذنب. هم قد أخذوا بلد وانقلبوا على سلطة شرعية، ودخلوا في اتفاقيات في السويد وفي الكويت، أكثر من اتفاقيات مع الحكومة الشرعية، ولم ينفذ لا فيما يتعلق بالأسرى ولا فيما يتعلق بالإخراج وفتح المعابر لمدينة تعز، ولا من اتفاقيات لفتح مطار صنعاء بشروط معينة. كل ذلك للأسف الشديد، نحن كيمنيين نعرف أن الحوثي يكذب كما يعني يتنفس. ما في اتفاقية سبقت إلا ونقض هذه الاتفاقيات. نحن ندرك أن الحوثي للأسف الشديد يعني يتمادى ويتطاول على القرارات الدولية، لأنه يعلم أن هناك للأسف الشديد ضعف في الشرعية، ولا يوجد أيضا جدية لدى التحالف العربي في حسم المعركة في اليمن، وبالتالي هو لا يملك رصيد شعبي إلا قوة السلاح، وهذه عبارة عن مزايدة وأسلوب قذر من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران لمثل هذه القضايا. يعني ما علاقة الشعب اليمني يعني أن تدمر لا قدر الله أو تنفجر هذه الحاوية يعني بسبب ما متعمد أو غير متعمد؟ الضحية هو الشعب اليمني. فهذا يعني اتفاقيات لا يلتزم بها، وهو دائما يبالغ في قضية الوضع الإنساني، ولكن للأسف الشديد يعني لا يجد صدى لأنه يكذب باتهام العالم. لا يوجد دولة في العالم اعترفت بميليشيات الحوثي الإيرانية إطلاقا، لأن جماعة انقلبت على سلطة معترف بها دوليا. برأيك سيد صالح، ومع هذا الجدل حول خطورة بقاء الناقلة صافر من دون صيانة، هل يمكن للأمم المتحدة أن ترضخ لطلبات الحوثي مثلا؟ هناك الطرف الرئيسي وهو الشرعية. الشرعيات تطالب بتدخل الأمم المتحدة، بتدخل العالم، بتدخل مجلس الأمن لمثل هذه القضية. لو كان الأمر بيد الشرعية لحسب الموضوع، لكن القضية أن هناك تلاعب من قبل يعني ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن، لم يصدر أي قرار حث. يعني لنا 5 سنوات لم نرى جدية ولا اتهام واضح ومباشر لميليشيات الحوثي فيما ترتكبه في حق اليمنيين، فما بالك بهذه؟ ألا يكفي ما حدث في مرفأ بيروت، يعني القتلى بالمئات والجرحى بالآلاف؟ ألا يكفي؟ ألا يكفي ألا يتكرر الحادثة والمأساة؟
يعني في مدينة الحديدة بسبب جرائم ميليشيات الحوثي وتعنت وصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية. الحوثي يقتل، يدمر، ينهب، يسرق، يفعل كل أفاعيل، فلا غرابة أن تجد منه مثل هذه التصرفات اللامسؤولة. في سؤالي الأخير إليك سيد الصالح، وأنت رئيس مركز يني يمن المهتم بالأحداث الجارية حاليا في اليمن، يعني الحكومة الشرعية من جانبها دعت الدول المطلة على البحر الأحمر من أجل مواجهة الكارثة المحتملة للناقلة الصافر، هل تعتقد بإمكانية حصول تحرك سريع خصوصا بعد الأزمة التي وقعت بمرفأ بيروت وبالتالي إنقاذ اليمن من كارثة مشابهة؟ يبدو لي إذا استمرت الحكومة الشرعية وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، إذا كان هناك جدية لحل هذه الإشكالية سنجد تجاوب من الدول المطلة. إذا استمرت الخارجية اليمنية الحكومة الشرعية إذا استمرت في الضغط على مجلس الأمن ومطالبة الأمم المتحدة ومطالبة الدول المطلة على البحر الأحمر، لا شك أن هناك ستخضع ميليشيات الحوثي الإيرانية لطلبات الدول المطلة ولمجلس الأمن المتحدة، لكن هذا مترتب على استمرارية الحكومة الشرعية ورفع صوتها بشكل أقوى وجدية التحالف العربي في حل هذه الإشكالية الخطيرة. رئيس مركز يمن صالح الجبري كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.